بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي هذه الانطلاقات، محبي هذه الرياضة، نتمنى التوفيق في هذه الانطلاقة لكافة المشاركين في هذا الصباح الجميل. انطلاقة شوطنا التاسع المخصص للإبكار محليات الأصايل، انطلقت أيضا هذه المحليات هجن الدار، تنطلق في هذه اللحظات وفي هذا على المسار والتحديات المثيرة. نرحب بهذه الشعارات الكافة المنطلقة في صباح هذا اليوم وفي هذا الشوط خاصة. مباشرة على المقدمة في هذه اللحظات بلبلة محمد بن علي بن حمد بن إداه المنصوري، يتقدم شاعرنا الذي قدم لنا في يوم الأمس بنت الهرشة في شوطنا الأول للحجايج وحدة الناموس إلى هالي الخزنة. هنا أيضا بجهود من سيد راشد بن محمد بن علي بن حمد بن إداه المنصوري، أيضا لك الشكر وعظيم الامتنان هنا على هذه الجهود المبذولة هنا لهذا الشعار. وشاعرنا يستاهل شاعرنا القدير هنا أيضا الذي يبدع بأبياته الجميلة هنا أيضا في هذا الميدان، ونطلب منها أبيات جميلة مخصوصة هناك أيضا أعزائي المشاهدين في ميدان الخزنة الذي دائما نرددها هنا في هذا الميدان وفي هذا المسار. على المركز الثاني وصول وتقدم من حشمة، ويتقدم راعي حشيمة في هذه اللحظات في هذا المسار. هناك أيضا الشميمية أو أيضاً هناك أيضا حشمة سلطان بن حمد بن غفان على خيلي اللي وصل المركز الثاني، انتقل الى المركز الثالث وصول من الوسمية في هذه اللحظات شعار ابو احمد او سالم بن الدهيمي بن غفان على خيلي بمتابعة عيسى بن الدهيمي بن غفان على خيلي ايضا اللي خذت المركز الثالث. المركز الرابع وصلكم راعي معزة، وصلكم راعي كفو، وتقدم راعي أيضا مقصص بنت مقصص هنا، والكثير من الأسماء الذي قدمهن هذا الشعار، وآخرهن شاهين الذي أتى بأفضل توقيت في عاصمة الميادين يقدم لنا تكريم.
حمد بن مبخوت بن حمد بن عيل المنهالي. يتقدم المنهالي مع تكريم في هذه اللحظات، بينما القادم هناك أيضا أحمد بن غانم بن علي بن إيدا المنصوري مع الخزنة الذي دائما يبدع هنا أيضا هنا بهذا الشعار، وراعي مصيحة الذي انتقلت ملكية تيلحين أيضا. هناك أيضا مؤسسة من مؤسسات العملاقة هناك أيضا مصيحة في هذه اللحظات، بينما وصول من ابتسام سهيل بن سالم بن سهيل على خيلي العملاق. هناك أيضا الخزناوي يتقدم في هذه اللحظات بانطلاقة وتحديات ابتسام في هذا الشوط، وهنا أيضا القادمة والواصلة مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك أيضا شخصية لسيد صوايح بن مطر بن حمد الأخيلي، يقدم لنا شخصية الذي قدم لنا شعاره هنا في الأسبوع الماضي في عاصمة الميادين في سن الكبار. هنا أتى أيضا وصيفا للناموس، بينما شعار أيضا بالعور يتقدم. هناك أيضا والصاحب، هناك أيضا صاحب مسيان، صاحب مسيان الغني عن التعريف الذي هنا. هناك أيضا أعزائي المشاهدين أتى بالعرض الجميل بهذا الشعار، والشعارات كثيرة والأسماء مميزة، وأصحاب الهجن هناك أيضا يقدمون كل ما لديهم من أيضا جاهزية والسباقات التمهيدية هنا في الميادين الفرعية. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط ابتسام مع المقدمة مع المركز الأول سهيل بن سالم بن سهيل على خيلي من يتقدم، ولكن بلبلة 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 اللي واصلة على المركز الثاني، محمد بن علي بن حمد بن إداه المنصوري من يتقدم على المركز الثاني في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. على المركز الثالث القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل والتحدي المثير في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، وصلت بيان مبارك بن محمد بن مبارك بالعور على خيلي، ووصلنا الكيلو متر على خير. يا سلام يا سلام يا سلام، ياهو تحدي ياهي إثارة منطلقة هنا في هذا الشوط وفي هذا المسار الجميل والتحدي المميز. نعود إلى بيان، ما بين ابتسام وبيان، ما بين بيان وابتسام في موقع واحد، في مسار واحد، في تحديات ثنائية هنا في هذا الانطلاق الجميل. هذه بيان، بيان من تتقدم على الصدارة الأولى، بيان على المركز الأول حتى هذه اللحظات. خزناوي الناموس مع أهالي الخزنة هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل والتحدي المثير والانطلاق المميز. ولكن ابتسام، ابتسام تسللت، ابتسام تسللت هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار بقيادة أبو محمد. مشكور يا علي، مشكور من يتابع لنا هذا الانطلاق وفي هذا المسار، يتابع لنا شعار، شعار أبو سالم. ولكن بيان عادت، بيان عادت، ما بين ابتسام وبيان، ولكن ابتسام على المقدمة، ابتسام على الصدارة الأولى مع المركز الأول. بيان ولا ابتسام؟ ابتسام، ابتسام على المقدمة. سلوم سلام إلى ميدان الوثبة وإلى العين، تهانينا والناموس. المركز الثاني بيان، اللي خذت المركز الثاني بيان مبارك بن محمد المبارك والعول الخيلي. المركز الثالث بلبلة محمد بن علي بن حمد بن إداه المنصوري، تهانينا والناموس لكل الفائزين.